الحديث معهم متعة، والجلوس بين أيديهم رحلة في اكتشاف الذات، تسبر أغوار الماضي وتجيب على العديد من التساؤلات، تطوف بالعديد من الصور وتفسر الكثير من الحقائق. إنها متعة الخوض في تراثنا الحافل بالتجارب والمنطوي على الكثير من الأسرار التي صنعت تاريخنا وصاغت هويتنا ورسمت معالم مستقبلنا. فأهل البحر رأوا الشمس من حيث لم يرها غيرهم، وألفوا الليل من حيث لم يألفه سواهم، وتطلعوا إلى الأفلاك والنجوم من حيث لم يتطلع إليها دونهم من البشر. سعيد خليف سعيد كان واحدا من هؤلاء، وإن انطوت بدايته على شيء من الحزن لفقد أمه، فقد ولد من الحزن والمعاناة بطلا من أبطال البحر، يصلح لكل مهمة من مهماته ويؤدي كل عمل من أعماله. الوقت أمي متوفية ولا عندي حد غير أبوي، وأن جبر أبوي يأخذني وياه الغوص. خالات ما عندي خالة، ولا عندي أم، ولا عندي عام، ولا عندي ما حد غير أبوي. أبوي اللي هو أرشدني على البحر. طلعت يا يوسف بهارون وليد صغير وني عمريها 8 سنوات، يا مدي تباب حار يعقونه أجلبه وطلع من القماش ويمعه وأرفضه في صرار. أنا مديت ياهل أنسأل بعلمك عن نفسي. أنا أول ما مديت أنا يوعان، بعداني الظهر يوعان، حدقت 6 بزيمية، بقيت يشوونه لي ما طعشونه، قام أشوي لك عقيت عمري بحر أبغي أموت. أنا اللي لمسك بنفسي، بقيت عمري أبغي أموت، ما أبغي أعيش، ما بشبعان، ما مسادني لكن. وسمرت والحقوني، أرفعوا علي الخراب، أرفعوا علي ليدة، يا الله يا الله الحقوني ويروني هذا الدقل، ربطوني عليه دقل، رديت ورقت دقل بعمري على السن، وشوفوا يعطوني أكل، يحطوا لي غدا عشاء فتاوة عشاء، ماشي حالك سيفة روس. وكبرت الحمد لله، مديت بعد السنة الثانية ويا يوسف، مديت بعد يلاس، يوم يقولون غيص نشيت أسوب على الغيص، يوم يقول له غيص نقص طال عمرش، وقمت أسوب على الغيص 5 تبات 10 تبات لين يركب السيب، وما يركب السيب قبض السيب الثاني على الغيص، صرت رديت أفلج. يوم تم شوي قالوا غيص، أنا أقبض محله 8 تبات 10 تبات لين يخلص، ومن يخلص أنا أسوب بداله. على قلة مكسبهم من عائد الغوص وضعف حصيلتهم من المال، كان أهل البحر قانعين بما قسم الله لهم، كانوا يرون في كل حصيلة من النقود أو ثمرة من ثمار البحر أو حتى لقمة خبز وقبعة ماء تصل إلى أيديهم نعمة من الخالق عز وجل، فيها خير وفيها بركة وفيها رحمة. غوص غصيص، ما يقولش أنت غوص زين، غير غوص تعب، ما يرومك اللي يروم الغوص، ناس يصحون ما يبغون غوص، أكن الحاجة طال عمرش. الغيص أعطونا 100 درهم والسيب أعطونا 60، الغيص أعطي أهله من 60 ربية، اللي بيصير رأس خيمة ججل، اللي بيصير فلي، اللي بيصير الباطنة، هاك 60 ربية يكفنهم. هو الغيص يأخذ من إيده، يأخذ من خبط، يأخذ من قرط، يأخذ من لباس، يأخذ من شمشول، وكفنه إنه خذ يجمعهم، كل واحد يسلي بيته ويقبضه، يقول له هذه 100 ربية ما تمد يا فلان، تمد وياي أنا،
ويجمعهم، هذا عطين 70 وهذا 80، حتى تسيب يزيد وين طال عمرش اللي هو زين اللي هو قايب ماجوب وغيره. والغوص يوم يعدي يجمعون 60 نفر مثل الحين اليوم الظهر رشبوا في المحمل ويروا لي وين الخور. أول عند النخلة، حد عند النخلة يوم يقوضهم، يوم يقوضهم غيره قال مثل باكر بنتهن المحمل، بدون المحمل عن بالصل بنتهن المحمل ادهنهم مثل اليوم تم يوم يوم يوم. قال يلا بنرجي باكر بنرجي المحمل، يابوا المياديف وحمل المياديف وسقبوا الدقل حطوا الدستور حطوا الفرمن. يا ابو الزاد تكرم على حمير، يا ابو الزاد التمر وحملوا الزاد في المحمل، يوم حملوا الزاد يا ابو الماي وحملوا الماي، يوم درس الدرام قالوا ترى باكر بنطلع باكر بنصير بندش خلاص، اللي عنده حاجه قضاء اليوم ثاني يوم ما هي شيء باكر بنطلع. كلهم قضوا حوايجهم ودنياهم عبسهم طال عمرك وداروا بالمحمل عند البري هناك سافل، وهذه مجموعة تجمعون بالأربعة وبالخمسة وبالستة وسبعة يوم يكمل المحمل. قالوا يلا طلعوا صاروا قالوا وكل الله ترى إلى ولم اخطفوا ما في ولم قاموا يرون على كيفهم لين يوصلون الهير إلى كوس اخطفوا من يخطفون ولم شوي عندهم ذبيحة اذبحوها سواها عشاء غدا ما شيء سير الغوص وني 4 شهور 10 أيام غدا ما شيء ما يدور خلاص غدا ما شيء غير فرد التمرة وقلاص الماء بتعطونا السح الساعة 9 عطونا على 4 فردات 5 فردات تمر والقبعة مثل القلاصات الصغيرة وني هذا في اليوم بدك مثلاً في بزويهي يناح ما بزويهي في المطاس تخلي أنا برا في مثل السمسم وكذا ونشربه ماشي ما قدر من ضرين نشرب ما عندنا وين نشرب نشرب هذا الماء 4 شهور 10 أيام تينا التشالة من دبي تجيب لنا الماء وتجيب لنا التمر يزودون الغيص مسكين ياخذ الشمشول ياخذ الخبط ياخذ الدين ياخذ الحصير كل شيء تابع هاي من الميه ويوم يبيعون القماش ندخل دبي ويبيعون القماش تحاسبوا اللي جاب لهم الاغراض وعطوها بيزاته وبيجي التوفير عند النخذه يوم من هند تحاسبوا حد يطوف له 10 ربيات حد 5 ربيات حد ماشي هذا الغوص الغوص من الشرق الجاه الحياة فوق ظهر المركب تتجاوز بكثير قصة رحلة عابرة أو مغامرة طفة، بل هو مشهد حياة كاملة بكل أحوالها وتقلباتها، بأيامها الحلوة والمرة، الطيبة والقاسية، تمر على جماعة وجدت هكذا فوق رقعة صغيرة هي ظهر المحمل. أدركوا منذ الوهلة الأولى لصعودهم أنهم ذاهبون في رحلة قد تكون بلا عودة وغيبة قد تكون بلا أوبة. ينشون الفجر من يصلي صلوا فرد الصبح كل واحد صلي 4 ركعات ونشوا كل حد قال جد يا المحار وراء المحار حطونه طال عمرك عالفنة في فلجة 4 5 يفلجون قال يا مياديف حولوا الغاصة والسوب يسبون يوم عدي الساعة 8 ولا 9 يا أبو خوية من سف صحن كذي حطوه حق 4 تنفار 5 تنفار على 0.5 كيلو تمر على طول المحمل إلى 16 نفر 4 خوية هذا حق السيوب الغيص ما يقدر يأكل حبيبي اسمعني الغيص ما يقدر يأكل إلى أكل ضرب حرف وادي يغوص بحر 14
14 قامة في البحر. هو يوديه من الله سبحانه، هو يوديه وهو يقصب المحار وهو يطلع به. لا سمعت لهم اللي يقول لكم الغوص، الغوص معانا معانا بغيره، ويوم عدي عطونا قبعة ماي طالع كنا أخذها، شفت كم تشرب في تشيبي، هذا التشيبي تشوف براوك يعني، عن القبعة واحدة ما تشرب نازعوك عن لا خلص الماء. أشهد شهادة أنا أن قاعدين ماي يوم مرجون العيش، قاعدين ماي وقاعدين بحر مروق عن لا خلص الماء، وماشي غداء غير عشاء، بس كل عشرة حطون فخوة وعطون شوي صحة صحة، عطون صحة وعلى اسم اثنين مشوايات مشوايات ويزخرية ويبلح عليهم وهم يأكلون وخلاص. هذا الغوص طال عمرك، هذا الغوص وامثاله. بعدين الصبح قال يا مياديف حولوا الغاصة، غيصة غوص والسيب يسوب، غوص العشر تبات. يوم عشر خلص عشر تبات قال له ثمان تبات، قال له ولم ولم ركب اللي غيص أول يركب واللي يالس يرد غوص بدله، هذا تبادل، هذا غوص عشر تبات ويركب وهذا غوص عشر تبات ويركب لين المغرب. ومن المغرب قال اذكر ربك يا غافل، قال لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص عداهم المغرب، صلوا المغرب والعشاء كل قصر طال عمرك، حطوا العشاء اللي الله رازقهم اياه ورقدوا. يوم عدي الفجر نشوا جابوا المحار اللي غاصين اليوم، حطوه على فنه، حطوه على فنه فلي يجي فيه ثلاثة أربعة يفلجون القماش المحار، والغاصة يغصون والسيف يسوق. مع تواتر الأيام والأحداث وتقدم سنوات العمر قد تمحي بعض الصور وتتساقط من الذاكرة بعض الأسماء، عدا تلك الأحداث والرموز التي تترك أثرها عميقا في خلفية الذاكرة وأعماق الوجدان. إلى جانب النوخذة كان السردال فارس البحر الذي يقود قوافل سنيار الغوص، أحد أهم رموز تلك المرحلة. على قلة عددهم بقيت أسماؤهم وصورهم عالقة في الأذهان، يذكرونهم واحدا واحدا من أهل الإمارات كلما ورد ذكر الغوص العود ورحلاته الممتدة. كان هو طال عمرك خلف من سلطان، هذا سنيار مال عبد العزيز، قم بشير، قم بالقحود، هذه الكباري اللي فهم قوين، والباقي ترى شيء نعرفه شيء ما نعرفه. من نحن كل يوم صغار وخشب وايد طال عمرك، كل عند دلالة يصير روحه، اللي عند دلالة هو سنيار روحه. أنا ما باك وياي يصير وياي بعد، أنا محصم هير في قماش ما أبغي أحذائي، لا أبغي أنا أزيد عليك. أنت يوم نجينا عند الديوان عويس وغيره أنت بايع لك بستة آلاف سبعة آلاف، هاك بايع لك باثنى عشر ألف ثلاثة عشر ألف، قالوا هذا الحول أنا بصير وياه. هذا أنا مطال عمرك، وهذا خبر هذا اللي يوم الشاوفون يركبون في الدقل يطلع السنيار وينه، يركب على قبل قبض الدقل هذا على عمرك، يركب فوق يطلعه وين السنيار، قال أشوفكم محملين قدام، قال يلا طيح ويرون في النهار ونير من الصبح ليل العصر نوصل السنيار. سردار كان أول بادي قريدي مال الشارجة وحميد من عمران، هذا سردار قريدي محمد قريدي هو السردار الرئيس كله اللي يعرف النجوم ويعرف كل شيء. يوم عدي في العقب العشاء جيب وساوي على الهير اللي يباه السنيار كل محله،
هو يلبس في نار وهم وراه يومي على السنة على الهير طرح على شتيب إلى بغى مشتيب بغى أرزنه بغى حاسدو والحواجيل اللي هي آه الهيارات. اليوم يغوصون هنا ثم 4 أيام 5 أيام تحصل قماش ما تفوز عنه في بخوش تم 7 أيام 8 أيام وين ساروا؟ ساروا أرزنه وغاصوا بعد 5 أيام 6 أيام ما أنت تسمع لك هذا القماش طال عمرك في تبراه عفوا ملشتيب سمونه ملشتيب توصل اليوم ماشي من تفلج كل قماش والسميار كله يومين نهار ثلاث تشتل هذا المحار يشتل شوف المحار على جوا عبديين يشتل في الليل يطير يمشي يمشي ويحل ما حد يشوفه يوم تغوص الصبح مثل السلامي قال يعني تحت قماش كانت المحامل تعرف بأسمائها وتعرف بسعتها وأطوالها وتعرف بأصحابها، ولأن الأسماء تدل على ثقافة البيئة فلم يكن من الغريب أن تحمل بعض السفن أسماء تدل على ثقافة مجتمع الصحراء ومفردات أهل البادية. أذكر غالب مال الشوخ وأذكر البعير مال الشوخ هالكبار وواحد يسمونه الإزرة هذا مال واحد من التجار ومال المقوين قوم تخردقوه أثبت غالب سنبوك غالب مال الشوخ مال البعير سنبوك ضال أمريكا مال بالقحود جالبوت مال عبد العزيز اللي أنا مديت فيه صمعة مال يوسف بهارون صمعة مال حياة علي حليس صمعة قوم بشير جالبوت مال بالقحود بعد جالبوت هذه مال لو تخردقوه سنبوك الكبار هذه وشي بعد يسمونه الإزرة مال تابع للشوخ وهذه الخشب طال عمرك أنا لحشت عليها لي أنا لحشت عليها وصرت غوص فين أنا مديت 4 سنوات ما بسنة وسنة 4 سنوات غالب شل أمية غالب أمية أنا عاد في موسم غالب طال عمرك لحشت عليه صغيروني مقفل على 100 نفر ما بس صغير على 100 نفر يزودونهم تمر على 100 قلة على 100 قلة يزودونهم ويوم يخلص الزاد ويوم يخلص الزاد يابوا لهم زاد يابوا لهم ماي ويابوا لهم تمر وزودوا المحمل يوم يطالعوا منو بيقفل قبل طالع منو السنيال اللي بيقفل قبل قالوا غالب طارت بنديرته من طير غالب بنديرته كلهم طارت بنادير الخشب أن قفل غالب هو السنيار ما نم قوين قريدي ما الشارجة إيه نعم وحميد العمران ما الجزيرة الحمراء هذا طال عمرك اللي أنا لحشت على الغوص خلال حقبة الغوص لعبت الشالة دور قطاع الخدمات البحرية لم يقتصر دورهم على خدمة السفن وتزويدها بالماء والطعام بل لعبوا كذلك دور البريد والإسعاف حيث كانوا ينقلون الرسائل والأخبار ويقومون كذلك بنقل المرضى إلى الساحل وخذه ما يركب من البري طال عمرش شيخ خلاص ما حد أمر ما حد لشور شور عنده هو عند الجليع ليش الاعتمر اللي يطبخ هو ينظرهم يقول سووا شيء هذا نأخذه لين يروحون ومن يروحون خلاص كلهم على بيته طال عمرش كل يروح على بيته ولا هناك بالبحر الشور والأمر عند نأخذه
الغصر غير، الراهي غير، طال عمرك كل شوي ما راهي يوم يطلع الدقينة ولا قواك الله غصك يا ابن الدقينة ما تروس هذاك يا ابن ثلاثة أربع حبات. الغيص يشكر النخلة يشكر على الغيص حتى يوم يتعشى يحصب له ثمن في فنيان ويعطيه حق الغيص الجيد. وزاجرون بهم الغيص من أولهم لآخرهم، فلان يا بأربع مزامي، فلان يا بخمس مزامي، فلان يا بعشر، فلان يا بخمستاشر، حب خمستاشر وين يحطون؟ يحطون التاج واسمعونه السنيار فلان ما فلان الحول يي كم أعطيك هذا؟ أعطيك 100؟ أنا أعطيك 150 وصير وياي. هذا القوس طال عمرك المن زاد هذا القوس. القحة، الغوص العود، غوص الرديدة، كلها مسميات للغوص ورحلات الصيد تصنف كل منها تبعا لمراحله ومسافاته ومدته وأيامه. من أهل البحر من عرف جميع أنواع الغوص والإبحار، ومنهم من اقتصر نشاطه على نوع واحد أو نوعين تبعا لحظوظه وقدراته وخبراته المكتسبة. أنا غوص البر، صرت السكار، تعرف السكار، صرت العاملة، صرت الهيال، الحين أنا عندي طراد، عندي 150 قرقور أسيل. يوم تقلت لي بتوني اليوم حتى ما أدش إذا بحر أسيعاني أحدق غوص دور محار. نحن نسميها القحة، طال عمرك هذه القحة، هذه في مقيوين أكبر الديدة وعنده غيره في مقيوين. إن عندنا أنت يجمع كل 10 تنفاذ على بر نسير في البحر غوص. يوم ما سير قبل سير الجراجير وغيره نسير محار غوص، ونبيع نفلج ونبيع قماش عطواويش تبيع لك 200 150 180 تصير 4 تنفار 5 تنفار وننجسم البيزات. قبل بركة من الله كل شيء إلى تبرج من حارة تحصل الدانة، تحصل حصباء، تحصل الشرينة، تحصل عالج. حيقوم هم يالس ما بع يالس عالج، نحن نسميه عالج الحصباء، تعرف في المحارة يسمونه عالج. هذا الناقة عنه ما شرق عنه وغيره أغرب يقولش يالس، نحن نقول عالج تعلق القماشة في المحارة. نحن مقيمين وكل حد بسنة أدبي روحه والشارجة روحه وبضبي روحه وراس خيم روحه. هذا المقيمين هم الغاصة لك، لك الناس يغوصون غوص أم مقيمين.